معروف بيعمل معروف، خلي بالك معايا شوية. واخد بالي. أنا مستحيل أوافق على كده أبدا يعني. طيب. مش ممكن الجدع اللي اسمه ممدوح ده يتجوز أنصاف. مش كده برضه؟ ما ينفعوش لبعض. فعلا. ولما هو فعلا إزاي حضرتك توافق على حاجة زي كده؟ حاضر. وإيه اللي حاضر؟ معروف بإيه؟ معروف بإيه؟ إيه الزيطة والزمبليطة اللي أنت عاملها دي؟ أنت إيه؟ ما عندكش دم؟ مش شايفني بشتغل؟ نعم. عايز إيه؟ سيادتك سمعت اللي أنا قلته؟ لا. ولما هو لا، سيادتك كلم الصبح ليه؟ عشان أخلص من رغيك الفاضي. نعم. أفندم، في إيه؟ سيادتك وافقت إن ممدوح يتجوز أنصاف؟ وأنت مالك؟ دخلك إيه؟ ممدوح ابن شريكي في المحل، وأنصاف بتشتغل عندي، يبقى أنت يخصك إيه؟ المفروض ان انا وانت هنبقى نسايب. لحد دلوقتي ما حصلش، وافرض انه حصل، يهمك ايه اذا كان ممدوح يتجوز انصاف ولا ما يتجوزهاش؟ تكونش بتحبها؟ اللي بتقوله ده معروف بيه؟ امال مهتم بيها قوي كده ليه؟ من باب الانسانيه يا اخي، دي بنت وحدانيه وملهاش حد، اهلها رموها ونسيوها. مين اللي قال كده؟ من غير ما حد يقول، ده حاجه باينه زي الشمس. انت عارف الصراحه بقى، ابوها ده راجل نادر. نادر؟ ايوه، عديم الضمير، ما عندوش اخلاق. ده ابوها؟ ما بيسألش عنها، راجل خسيس. ده ابوها برضو؟ ايوه يا سيدي، لو كان امرها يهمه كان ممدوح طلبها منه هو بدل ما يجي يطلبها منك انت. لكن هتقول ايه؟ راجل هايف. ارجوك كفايه، ابوها فوض لي امرها اتصرف زي ما انا عاوز في كل امورها. تقوم ترميها بالشكل ده؟ ممدوح مش تلقيحه، ده شاب كويس ومعاه دكتوراه من اوروبا. طب ما يتجوز من اوروبا يا اخي. انصاف ما بتحبهوش. يشرفك، هي قالت لك؟ من غير ما تقول. أنا واثق إنها مش ممكن تتجوزه. ممكن أعرف أنت ليه عملت كده؟ الحقيقة هما سببين، والسبب إيه هما السببين دول؟ السبب الأولاني إن حبيت أخدمك. تخدمني في إيه؟ ما لو حمزة بيحبك بصحيح كان هيتضايق ويصرح لك بحقيقة عواطفه، مظبوط؟ مظبوط. إنما الظاهر إنه صوت الامتحان. قصدك إيه؟ قصدك إن حمزة ما بيحبنيش؟ هو معقول هيحب واحدة بتشتغل في بيت ويسيب خطيبته الغنية بنتي المليونير؟ لا بقى، انت في دي غلطان. انت شفت ساعة ما ادعيت انك خطبتني، شفت انه كان متغاظ ازاي؟ يا سلام. طب بعد كده عمل ايه؟ هو احنا لسه لحقنا نعمل حاجة؟ مش لسه الكلام ده حاصل؟ يا سهير، يا سهير، اللي بيحب ما يقدرش يستنى على قلب، ولو كان حمزة بيفضلك على خطيبته الغنية ما كانش قدر يستنى دقيقة واحدة بعد ما عرف انك حطيتي من ايديه. على كل حال هنشوف. طيب ما سألتنيش عن السبب التاني اللي خلاني عملت كده. ايه هو؟ انا يا سهير، ساعة ما قلت قدام حمزة ان خطبتك من معروف بيه كان نفسي، كنت بتمنى يعني لو وافقتي. اوافق على ايه؟ اننا نتجوز انا وانت يعني؟ تأكد يا سهير، لولا وجودي في اوروبا السنين اللي فاتت ما كنتش هسيب حد غير يتجوزك. وكان زمان اسمك المرحوم ممدوح، مش كده؟ سهير، ما تخليش الاوهام تسيطر على عقلك. دي الحقيقة يا ممدوح، أنا كل اللي اتجوزتهم كانوا أغنياء وماتوا، لكن حمزة، حمزة حاسة إني هعيش مرتاحة معاه، العيشة اللي تتمناها أي ست. أولاً لأنه فقير، تاني حاجة لأنه إنسان عنده أخلاق، وده اللي مخليني مطمنة إني هطول معاه. برافو عليك، ده أنت هايلة. وأنا بصراحة أنا لا كنت عاوز أخطبك ولا نيلة، أنا بس كنت عاوز أمتحنك أشوفك بتحبي حمزة ولا لأ. وده أنت نجحت في الامتحان وطلعت الأولى كمان. عارفة يا سيدي، أنت يعني موراكش حاجة، أنت كل شوية هتنطلنا هنا، ما بتشتغلش أي حاجة، فاضل الدرجة دي، أنت جاي عايز إيه هنا بالظبط؟ بزور خطيبتي. خطيبتك ده إيه؟ هو ده كازينو عشان تزور فيه خطيب سيادتك؟ ومين قالك اللي أنا موافق؟ بيتهيألي يا أستاذ حمزة الموضوع ده مالكش دعوة بيه. كبسة، كبسة. أفهم من كده إنك أنت مبسوطة من الخطوبة دي؟ أنا ما قلتش كده. أمال قلت إيه؟ أنا يعني بقول إن الرأي في الموضوع ده لمعروف بيه. وأنت؟ قلبك بيقول لك ايه؟ انت مالك انت ومال قلبها يا اخي؟ تخضيت يا اخي؟ انا قلت لك انت عايز ايه؟ اتفضل مع السلامه. يلا اتفضل. امشي؟ ايوه تمشي. طيب اوكي، على العموم انا رايح لمعروف بيه عشان عاوز اتكلم معاه. اتفضل اهو مستنيك في المكتب. بس مفيش داعي تشوع. لا بقى، لا مفيش داعي احسن لك. لا ده احنا جدعان قوي. طب نزل ايدك بقى. ما تعملش. طب اوعى كده، اوعى كده. تمشي. يلا شيل، كل واحد يروح لحاله، كل واحد يروح لحاله. اسمع، انا اسال عليا في الاولى ليه؟ يقولوا لك انا بقى بالظبط بقى. ايه ده؟
انصاف انا. انت ايه؟ انا فكرت في حكايه ممدوح. صدقيني ما ينفعكيش. ليه؟ انت فقيره وهو غني، لازم حاجه يقوم يعايرك. افهم من كده ان ست سهير هيجي يوم وتعايرك بفقرك انت كمان؟ ايه؟ لو انا فقيره وهتجوز واحد غني فانت كمان فقير وهتتجوز واحده غنيه. لو جوزتي انا ما نفعتش انت كمان جوازتك مش هتنفع. انصاف انا رايح الجنينه، ابعت لي سهير حالا. حمودي حماميزو. انت جيتي؟ مش انت اللي بعت لي؟ اه صحيح، اصل انا نسيت. اسمع سهير. نعم يا سيدي. يا سي حمزه يا حمودي. انت ايه رايك فيه؟ كويس مش بطال. يعني فكرت كويس ان انا انفع ابقى جوزك؟ كل شيء اسمه نصيب. اه انا بقى فكرت فلقيت ان انت ما تنفعيش تبقى مراتي. ليه بقى يا اخويا؟ شوفي انا هقول لك حاجه، اصلي في حاجات كتير بتبعدنا عن بعض، يعني مثلا انت غنيه وانا فقير. الله، انت مش قبل كده يا حمزه قلت ان الفلوس ما تهمكش؟ ايوه لكن اكيد تهمك انت. ثم انا فكرت كتير اصلي وحاولت اغصب على روحي ان انا احبك، بصراحه انا ما قدرتش. كتر خيرك يا امير. ارجوكي ما تزعليش مني يعني، ها؟ ارجوكي. اصل انت شابه لطيفه وحلوه وفي رجاله كتير يتمنوك يعني، فانا ما اقدرش يعني، انا ارجوك تعفينا. يعني خلاص يا حمزه هتسيب البيت؟ لا، في مهمه لازم اعملها قبل ما امشي. انصاف. انت؟ انا عايز اتكلم معاك كلمتين. لا عم معروف، حد يشوفنا يروح يقول للست سهير تفهم حاجه كده ولا كده؟ تفهم اللي تفهم، انا بقى ما يهمنيش، انا كمان بصراحه فسخت الخطوبه. ليه؟ ما فيش انسجام بصراحه، بقى كمان ما بحبهاش انا. يا اخي بلاش تحبها، هي حب فلوسها. مش انا الراجل اللي اعمل كده. لو تعرفي السبب الحقيقي اللي انا فسخت الخطوبه هصدقي كل كلامي. ايه هو؟ انا قلت لك ان انا ما بحبش خطيبتي، لكن اللي ما قدرتش اقوله لك ان انا بحب واحده تانية. مين يا ترى؟ هي عايشه هنا في البيت ده. ايه يا خبر؟ بتحب عليا هانم؟ عليت مين؟ انا احب عليا برضو. انا بحبك انت يا انصاف. بتحبني انا؟ ايوه، وعايز اتجوزك. قلت ايه؟ لا ما اقدرش. عشان ممدوح يعني؟ لا مش عشان ممدوح، بس لازم معروف بيه يوافق بالجواز. ومعروف بيه ماله من موضوع شخص زي ده؟ ازاي؟ مش هو اللي مربيني وابويا سايبني امانه عنده؟ طبعا. مش ممكن طبعا يوافق ان واحد كان هيتجوز بنته ويتجوز الشغاله اللي عنده. تمام. يبقى مش مهم. مش لازم ناخد رايه. سيب البيت ده وانا اتجوزك فورا. عاوزني اهرب يا استاذ حمزه؟ هو ده رد الجميل للراجل اللي اواني ببيته؟ ما انت لازم تضحي. وانا ايه اللي يغصبني على كده؟ علشان انا بحبك. خلاص، المفروض ان اللي يحب هو اللي يضحي. انا ضحيت بخطيبتي عشان بتحبني. وانت مش عايزه تضحي معروف بايه؟ يمكن لو كنت بحبك. يعني انت انا اسف سوزار، فهمت غلط يعني. اصلي حسيت لحظه من اللحظات انك انت بتبادليني شعور، لكن زار فهمت غلط انا. لكن معلش كويس. اصلي عارفه كمان انا يعني انا لو كنت اتجوزت الجوازه دي كنت حندم، انا كنت هتعذب وهي كانت هتعذب معايا كمان.
اتمنى لك حظ كويس مع البني ادم اللي انت هتختاريه يكون شريك حياتك. ها ادخل يا هريدي. اشوف وشك بخير يا هريدي. انا ماشي خلاص، ما بقاش ليا قعدة في البيت ده. اللي انا عايز اتجوزها ما بتحبنيش، واللي مش عايز اتجوزها بتحبني. يلا هي الدنيا كده. معلش يا عم حبيبي، انا عارف انك انت هتزعل، انما انت ايدك نعمت كده ليه وصوابعك بقى زي المال بن هريد؟ انت بتحط مناكير؟ حمزه انصاف؟ حمزه انا مش انصاف، انا سهير. ايه معنى الكلام اللي ملوش معنى ده؟ انا سهير العروسه. انصاف انت ضامن لعقلك حاجه؟ حمزه صدقني انا بنت معروف بيه، انا سهير اللي انت جاي تخطبها. انا مش فاهم حاجه. طيب اقعد وانا افهمك على كل حاجه، تعالى اقعد. انت خايب عبيط اهبل. عايزه يعمل ايه بس؟ يتجوزها بالعافيه وبالضرب كمان. ازاي بس يا عمي؟ انت راجل دارس في اوروبا، ما علمكش في اوروبا ازاي تتجوز واحده غصب عنها؟ لا ما علمونيش. امال سافرت تهبب ايه جتك خيبه؟ يا عمي يا عمي، سهير زي اختي بالظبط، واعتقد ان ده شعورها بالنسبه لي انا كمان. اسمع يا معروف، احنا عملنا اللي علينا وسهير حره في حياتها. انا مش قادر اتصور ان السنكوح ده اللي اسمه حمزه هيبقى نصيبي. اذا كان ده يسعد سهير يبقى يسعدنا احنا كمان. انا عمري ما حد ضحك عليا بالشكل ده. لا يا حمزه ما تقولش اني كنت بضحك عليك، انا كنت بمتحنك ونجحت في الامتحان. نجحت في الامتحان؟ اه. كنت تلعبي بيا؟ لا. سلي عليا؟ لا لا لا، انا انت نجحت وخلاص وانا اطمنت. اطمنت خلاص وعرفت كل حاجه. سهير انا ما اقدرش ارتبط بواحده كانت. لا يا حمزه ما تقولش كده، انت اول ما دخلت هنا ما كنتش اعرف اخلاقك ايه. انا كنت صريح معاك من اول لحظه، انا من اول لحظه قلت لك ان انا مش طمعان في فلوسي. ايوه بس مش يمكن كنت بتقول كده، لكن الحقيقه انك حرامي مش كده؟ لا حرام. انا لا 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 مش ده قصدي، لا ما اقصدش كده. سهير انا عايز اقول لك على حاجه، انا لما قلت لك ان انا بحبك كنت بحب انصاف الشغاله البسيطه. على فين يا حمزه بيه؟ خلاص يا عم هريدي ما بقتش بيه، رجعت الواد حمزه تاني. معناه ايه الكلام ده؟ معناه ان انا والست هانم يعني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. وبعدين يا سهير هتفضلي قاعده زعلانه كده لحد امتى؟ يعني زعلانه على الامله؟ خسرت حساب طرواده، اللي يشوفك كده يقول كنت هتتجوزي ماركو انطونيو وهرب ليله الدخله. يا بابا حمزه اشرف انسان انا شفته في حياتي. يا سلام، لو كان طمعان في فلوسي ما كانش ساب البيت، لكن ده حس اني جرحته في كرامته واحساسه، ضحى بكل شيء حتى بيا انا. الانسان ده بيحبني من كل قلبه يا بابا. طب والعمل هنتصرف ازاي؟ مش عارفه يا ماما. اعملي اعلان في الجورنال وقولي فيه حمزه عود الينا وسنشتري لك بسكليتة. برافو عليك يا بابا، اعلان في الجرايد. انت اتجننتي؟ انت عايزه تفضحي نفسك وتفضحينا؟ سيب البنت تعمل اللي هي عايزاه، احنا يهمنا سعادتها وبس. انا من بكره هعمل اعلان في جميع الجرايد وهقول فيه. خطيبتك سهير معروف الحلنجي. خبر حمزة ابن أخويا يبقى خطيب سهير بنت معروف الحلنجي أكبر جواهر في البلد. برج عقل جبل من الغرابة. ألو، مفيش أخبار من حمزة ابن أخويا؟ لا يا فندم، ما جاش هنا من ساعة ما طردته. وإزاي تطرده يا غبي؟ إيه؟ أنا اللي طردته؟ يقطعني يقطعني. اسمع، أول ما يوصل انحني قدامه وبوس إيديه ورجليه وخليه يتفضل ابن أخويا.
يا حبيبي يا ابن اخويا. حالا يا فندم، امر سعادتك يا فندم. يا حمزه، ده لسه عم حضرتك سائل عنك. عن انا؟ ايوه يا فندم. يبقى لازم عايز يطردني، ما بقاله مده ما طردنيش. ايه اللي بتقول انت؟ لا يا سعادة بيه. بيه؟ سلام عليكم. لا يا عم معروف ما تقطعش عيش، ده منبه عليا لازم تدخله على طول اول ما تشرف. انا اخش له اول ما اجي؟ ايوه. اكيد الناس دي عايزه تلبسنا قضيه. خش اتفضل. حمزه يا ابن اخويا، يا حته من فشيتي، يا فلتة كاملي، بالحضن يا حبيبي بالحضن. يا سلام، وحشني موت، نفسي انزل في بوك. انت مش خايف من التيفوس يا عمي؟ تيفوس ايه ده، انت زي الورق البنك نوت الجديد لانك. اقعد يا حبيب قلبي اقعد. اهلا اهلا، وحشني. يا سلام. حضرتك ما تطمنش ابدا النهارده. ايه بقى الحكايه، في ايه بالظبط؟ الحكايه انك مخرف، ضعيف العقل، منحرف الوجدان. ايوه كده، اظهر بقى على حقيقه. انت اتخضيت يا حبيبي؟ اسم الله عليك، اسم الله عليك. وبعدين بقى انت عايز ايه بالظبط؟ عاوزك تسأل وتروح تصالح خطيبتك. خطيبتي؟ انت عرفت منين ان انا خطبت؟ اتفضل خد اقرا. ايه ده بقى؟ ايه فاكرني عيل؟ ناقصة تمشي الناس وراها في الشوارع تندى علي. ده دليل على انها بتحبك، ما بتدوقش طعم النوم ودموعها على خدها. صدق الشاعر لما قال: اسأل دموع نية واسأل مخدتي. اسمع كلامي يا حمزة يا ابن اخويا. يا عمي دي جرحت كرامتي. لا كرامة في الحب. انا شايف انك تروح تصالحها وتتفاهم معاها وتتفقوا على كتب الكتاب فورا. ايه يا ليت الشباب يعود يوما. كنت عملت ايه؟ كنت رحت واتجوزتها بدالك. حمزه باباكي فين عشان عايز اطلب ايدك منه؟ بابا يلا خلصونا خلينا نحكي. يلا عامل ايه؟ اه باباك نازل تهزيق في عمي من الصبح. يعني بهزق مين؟ حته راجل نصاب. خلاص يا ابني فهيمه اللعيمه. لعيمه؟ لا الصراحه الواحد ما يتكلمش فيها يعني حقيقه. اعرفك بعمي بيومي بيه عبد الله المليونير الكبير. مليونير؟ ايه؟ بتقول ايه؟ مليونير كبير؟ سهير. سهير سهير، هاتوا لنا بصله. بصله مسكين، قوم عليها. ما كله من لسان ابوها اللي طوله سبعة اشبار، يضرب يمين وشمال ومرشر يمين.